السلام عليكم. زار والي ولاية عنابة الموقع نتاع المشروع نتاع الجامع القطب نتاع مدينة عنابة، واللي انطلقت الأشغال، يعني تم وضع الحجر الأساس لانطلاق عملية البناء نتاع المسجد القطب في مدينة عنابة، واللي يعني انتظرنا أكثر من تقريبا أكثر من 20 سنة، يعني منذ 2011 ملي يعني تمت الدراسات الأولية نتاع المشروع هذا. إذا الآن يشهد أولى خطوات نتاعو في طريق التجسيد. نترككم تتابعون إذا سيارة تاع والي ولاية عنابة إلى موقع المشروع نتاع جامع القطب بمدينة عنابة، والسلام عليكم.